صوت العرب من القاهرة يقدم أغاني شكل تاني. الأغنية والمجتمع في مصر، أغاني شكل تاني. حياة امبارح والنهاردة وبكرة، أغاني شكل تاني. أغاني شكل تاني، إعداد وتقديم الدكتور أيمن زهري. الإخراج حاتم العجمي. اهلا بحضراتكم. في الحلقه دي هنتكلم عن الحموات الفاتنات. طبعا اكيد حضراتكم فاكرين الفيلم الشهير اللي اتعمل بالاسم ده، فيلم الحموات الفاتنات اللي اتعرض اول مره سنه 1953، واللي قام بدور البطوله فيه حماتين من الوزن الثقيل، الفنانه ماري منيب اشهر حماه مصريه والفنانه ميمي شكيب. وفاكرين كمان الفيلم الشهير حماتي ملاك اللي اتعرض اول مره سنه 59، واللي قام فيه بدور البطوله برضو الفنانه ماري منيب. وسبقهم سنه 1951 فيلم حماتي قنبله ذريه اللي قامت فيه بدور الحماة برضو الفنانة ماري منيب. هي اشتهرت بالدور ده برغم ان كل حماة هي في الاساس ام، الا ان السينما المصرية صورت الحماة بشكل مبالغ فيه قوي. السينما صورتها على انها دايما مصدر ازعاج لجوز بنتها او مرات ابنها. في الواقع العملي ده دايما الاستثناء اللي بيأكد القاعدة زي ما بيقول، لان الحماة في النهاية ام يهمها سعادة اولادها. في الحقيقة الاغنية المصرية سبقت السينما في تصوير الوجه الاخر للحماة. في اغنية قديمة قوي سبقت الافلام دي كلها بحوالي 50 سنة، غنت الست رتيبة أحمد أغنية بتشتكي فيها لجوزها من اللي عاملاه فيها حماتها. طبعا زمان كانت الأسرة الممتدة اللي فيها أكتر من جيل هي النمط السائد للأسرة المصرية، يعني عادة الشاب لما كان بيتجوز ما كانش بيسيب بيت العيلة زي دلوقتي، لكن مراته هي اللي كانت بتسيب بيت أبوها وتيجي تدخل في بيت جوزها مع أبوه وأمه اللي هم بعد الجواز بيبقوا حماها وحماتها. وكانت الزوجة في حالة تواصل دائم مع حماتها، سواء كان التواصل ده سلبي أو إيجابي أو خليط من السلب والإيجاب عادة. يبدو أن ست رتيبة أحمد وصلت في الأغنية دي لحالة سلبية، وصلت لحد التنافر وحطت لجوزها العقدة في المنشار، وده باين من قبل ما تغني الأغنية أصلا، لأنه الجواب بيبان من عنوانه. عنوان الأغنية بيقول يانا يمك، الأغنية اسمها يانا يمك، يعني اختيار طبعا صعب جدا كده، خبط لازق بدون تزويق. كلمات الأغنية بتقول يانا يمك إيه قول لي رأيت تختار مين تفضل في البيت، يانا يمك يانا يمك إيه قول لي رأيت، يانا يمك إيه قول لي رأيت تختار مين تفضل في البيت، يانا يمك يانا يمك. وبعدين ترجع تفصل الأسباب اللي خلتها توصل للحكاية دي بشكل عام وبدون الدخول في التفاصيل، وتكمل وتقول واحدة عجوزة وشابة صبية جاز وسبرته ما يتفقوش، وانت عارفني انا عصبية لما تخلق حلق حوش، ابقى رديلة وهي سئيلة واحدة ضروري هتبقى قتيلة، لا 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 يا انا يا امك واحدة عجوزة وشابة صبية جاز وسبرته ما تنتقل بعد كده الست رتيبة وتشتكي لجوزها من تزمت حماتها وكرهها للموسيقى الألا فرانكا اللي هي بتجيد العزف عليها، وتقول له حضرتها مش وش بيانو وانا مالي تجيب مزمار، اللي بضايقه يسد ودانه كيفي اتنتن ليل ونهار، تيكي 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 حد شريكي انا حرة في رأسي ومزازيكي، لا 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 يا انا يما حضرتها مش وش بيانو وانا مالي Thank you.
أغاني، شكل ثاني، إعداد وتقديم الدكتور أيمن زهري. الإخراج حاتم العجمي.